السلام عليكم مستمعين خياطة وإبداع مع وفاء، كي دايرين؟ لبس عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. في الفيديو ديال اليوم غادي نصاوب معكم بلوزة أقل من متر ديال الثوب. عندي في الطول ديال الثوب 58 سنتيم، وفي العرض عندي فيه 1.5 متر ديال الثوب. غادي نتنيه هكا على 2، وغادي نتنيه على 4 بحال هكا. وبالنسبة للموديل هذا البنات غادي يجيب له أكمام. بالنسبة للبنات اللي باغيين يديروا الأكمام غياخدوا 1.5 متر ديال التوب كافيهم صافي. وغادي يحطوا القياسات، عندي في الكتف 19 سنتيم، وسنتيم ديال الخياطة 20 سنتيم. غادي يهبط في الكتف 3 سنتيم، وبس في الطول ديال التركيز 21 سنتيم. غادي نقسمها على 2.5 سنتيم، وفي السدر عندي 22 سنتيم، وسنتيم ديال الخياطة 23 سنتيم. بس في الطول ديال الحزام 38 سنتيم، وفي الحزام درت 21 سنتيم، مع سنتيم ديال الخياطة 22 سنتيم. وفي الطول ديال البلوزة درت الطول ديال التوب كامل، عندي 58 سنتيم درتها كلها. وفي العرض درت فيها 27 سنتيم، مع سنتيم ديال الخياطة 28 سنتيم. صافي، وغادي نقطع. صافي، من بعد ما قطعتها غادي نحيد الامام عن الظهر، وفي القطعه ديال الامام غادي نقدها. وفي العنق كنهبطو ب9 سنتيم، كنحيدو ديك 2 سنتيم اللي هبطنا بها في العنق، وكنهبطو ب9 سنتيم. وغادي نحيد سنتيم في الدورة ديال التركيز. وغادي نجيب هاد القطعة ديال الخلف، وغادي ندير لها واحد الفتحة في الظهر. غادي نقدها هكا مزيان ونديرها في الوسط، غندير في الفتحة 8 سنتيم. صافي، وغادي نحلها بحال هكا. صافي، وكتجينا محلوله بحال هكا. وغادي نجيب هاد القطعه هذه، غادي نتنيها هكا على 4، ونفصل منها القطع اللي غيجيوني يعطي الفرفاره في الدوره ديال التركيز بحال هكا. غادي ندير هنايا 12 سنتيم، وهنايا كندير واحد 3 سنتيم. صافي، وغادي نفصلها بحال هكا. صافي، وغادي نحلو هكا من الوسط باش كيجيوني جوج ديال القطع. صافي، وكيجيونا هاد القطع بحال هكا دايرين. صافي، وغادي نجيب هاد القطعة هادي ديال التوب، وغادي نفصل منها واحد القطعة اللي غتجينا دايرة في الدور ديال العنق. غادي نحيد لها هاد الحاشية هادي. في العرض ديالها درت 9 سنتيم، وفي الطول كديروا الدورة ديال العنق، وكتزيدوا عليها هكا واحد 5 سنتيم ديال الكشكاشة. صافي، ومازال غادي نزيد قطعة اخرى اللي غادي لاصقة معاها. ودابا غادي ندوزو الخياطة. غادي نخيط القطعة ديال الفتحة اللي كتجينا في الظهر، كنجيب واحد القطعة ونحطها بحال هكا ونخيطها.
صافي. من بعد ما خيطها غادي نحلو هاد القطعة هادي ديال التوب في الوسط بحال هكا، وغادي نتنيوها هكا للداخل. فاش كنخيطوها كنخيطوها على الوجه ديال التوب، فاش نبغيو نفينيوها كنفينيوها للظهر ديال التوب كنتنيوها للداخل صافي. وكنعاودو عليها بواحد سنتيم ديال الخياطة صافي. وكنديروا لها واحد الفتحه ديال الازرار باش كنشدو بيها دابا. غادي نجوزو نخيطو الكتف صافي. من بعد ما سالينا بالخياطه ديال الكتف غادي ندوزو لهاد القطعه هادي نخيطوها اللي غتجينا في الدوره ديال التركيز. غادي نتني هكا نص سنتيم، نعاود نتني نص سنتيم، وعاد نرجعو نديرو لها الكشكشه. بالنسبه للبنات اللي ما دايرين السورجي يتنيو هكا نص سنتيم ويعاودو يتنيو نص سنتيم، وبالنسبه للبنات اللي دايرين السورجي يتنيو غير نص سنتيم. بعد ما سالت هاد القطعة هادي غادي نجيب هاد جوج ديال القطع اللي غيجيونا في الدورة ديال العنق. عندي جوج ديال القطع غادي نخيطهم بحال هكا، وغادي نتني واحد سنتيم من هاد الجهة نص سنتيم، وعاود نتني نص سنتيم، وعاد نديرو لهم الكشكشة. بعد ما ساليتهم غادي نجيب الابره غنديرها في الصباط ديال الماكينه، وغندير الكشكشه بحال هكا. هكا كتجي، وغادي نجي ندير الكشكشه لهاد القطعه هذه اللي غتجينا في الدوره ديال التركيز صافي. كندوزو لهاد القطعه هذه كنتنيوها هكا على اثنان، كنقسموها في النص، كنطراسيو هكا بالطباشير باش كيجيونا الجوايه متقادين صافي بحال هكا. وكنديرو الوجه لعند الوجه ونخيطوها. هنايا غادي نشدها بالابره بحال هكا، وغادي نبدا من الطرف. هنايا البنات ما كتجيش واصله حتى للدوره ديال التركيز، كتجي كيبقى شويه ديال الدوره ديال التركيز خارجه، ما فيهاش هاد الكشكشه. صافي من بعد ما سالينا بالخياطه كنجيو لهاد الدوره هادي ديال التركيز، ديك الشيطه اللي شاطت لينا ما فيهاش الكشكشه، كنتنيو هكا سنتيم من الداخل وكنخيطوها بحال هكا، ونفس الطريقه غنديرها من الجهه الاخرى. ودابا غادي ندوزو نديرو هاد القطعه هادي في الدوره ديال العنق قبل ما نجمعو البلوزه باش يسهل علينا ان نخيطو هاد القطعه هادي
في الدورة ديال العنق. صافي غادي نبداو من الفتحة اللي عندنا في العنق بحال هكا، وخيطوها على الوجه ديال الثوب، وفاش نبغيو نفينيوها غادي نفينيوها للظهر ديال الثوب. صافي من بعد ما ساليتها بالخياطه غادي نحيد هاد الشيطه ديال الثوب، وغادي نقلب هاد السنتيم هكا للداخل. وفاش كنبداو البنات بالخياطه كنخلي واحد السنتيم ديال الثوب خارج صافي، وكنتنيوها هكا للداخل، وديك السنتيم ديال الخياطه كنتنيوها للداخل وكنقلبوا عليه هاد القطعه هذه ديال الثوب بحال هكا، كنقلبوها للداخل وكنخيطوا عليها بحال هكا. وبالنسبه للبنات اللي كتجيهم هذه الطريقه هذه، اللي الا جاتكم هذه الطريقه هذه صعيبه، غادي في الاول غادي تنيو الثوب على اثنان وديروا له الكشكاشه وتخيطوا عادي هكا، غير باش ما ديك سنتيم ديال الخياطه فاش كنخيطوا ما كيبقاش باين، كيجي كله مدفون لداخل صافي. وكتبقاو تنيو هكا واحد نص سنتيم هكا ديال الثوب باش كتجي عطيكم واحد الكشكاشه صافي، وكتكملوا بنفس الطريقه بحال هكا، كتني واحد شويه ديال الثوب وانتوما كتخيطوا. صافي من بعد ما ساليتها كتجي بحال هكا فينيه من البرة بحال هكا، ومن الداخل بحال هكا، ديك سنتيم ديال الخياطه ما كيبقاش باين. ودابا غادي ندوزو نجمعوا البلوزه. وغادي نخيط الجهه الاخرى. بعد ما ساليت بالخياطه بعد ما جمعت البلوزه غادي نتني واحد سنتيم في الجلايد بحال هكا، كنتني واحد نص سنتيم نعاود نتني نص سنتيم ونخيطها صافي. غادي نساليها بالخياطه ونعاود نرجع معكم نوريكم الشكل النهائي كيفاش جا. وكان هذا هو الشكل النهائي، كتجي البلوزه بحال هكا، كيجي ديك الكشكشه عاطيه في الكمام وحتى في العنق. كان البنات هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون من الاعجاب ديالكم، استفدتوا فيه وما تنساوش تشاركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد، تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، تخليوا لي التعليقات اللي عجبكم الفيديو وتخليوا لي جيم. تلقاو فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.